الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على برنامج إعادة تأهيل مرضى القلب. هو الحقيقة برنامج بيبدأ بعد ما المريض بيخلص العلاجه، سواء كان علاج بالقسطرة أو علاج بالجراحة، وهو بيناسب معظم مرضى القلب فيما عدا الناس اللي عندها أعراض شديدة أو مضاعفات. البرنامج الحقيقة له وقت في بدايته. احنا بنبتدي دايما للمريض اللي محجوز جوه المستشفى في نفس اليوم اللي خلص فيه العلاج الجراحي او العلاج بالقسطرة او ايا كان العلاج، هو بيبتدي على طول جوه المستشفى، وده بنسميه اللي هي المرحلة الاولى، ودي تقريبا بتقعد لمدة اسبوع. وبعد كده العيان لما بيخرج من المستشفى بيبدأ المرحلة الثانية اللي هي بتبدأ تقريبا اسبوعين بعد ميعاد خروجه، يعني بيبقى فيه اسبوعين ما بيعملش حاجة تقريبا سبيشالي او بالذات للناس اللي هم خارجين من الجراحة. بعد كده بندخل العيان على المرحلة الثانية اللي هي بتستمر حوالي 6 أسابيع ل8 أسابيع، ودي بيبقى في وجود الدكتور بتاعه. لازم يبقى العيان تحت الملاحظة أثناء التدريب، وبيكمل تقريبا من 3 ل5 مرات في الأسبوع على حسب قدراته. طيب إزاي بنحط العيان على البروجرام ده؟ الأول إن إحنا بنعمل العيان نوع من أنواع التقييم، والتقييم ده بيتم عن طريق رسم قلب بالمجهود، سواء بين العيان اللي بيعرف يعمل عجلة بيعمله على العجلة، أو المريض اللي ما مش متعود على العجلة المفروض إن هو بيعمله على المشاية أو الجراية اللي بقت دلوقتي الناس كلها عارفها. بنحدد منها مستوى العيان ده في الرياضي قد إيه، أو اللي يقدر يعمله قد إيه، وبعد كده بنحطه على البروجرام. بقى في كذا نوع من البروجرامز، ولكن دايما العيانين بيبقى كل واحد وحسب ظروفه، على حسب العوامل الخطورة اللي العيان يعني بيتحسب له البروجرام بتاعه أو قوة البروجرام بتاعه. العيان زي ما اتفقنا بيعمله من 3 ل5 مرات لمدة في الأسبوع لمدة من 6 ل8 أسابيع. لما بيكملوا العيان ده بنقول له خلاص انت كده كملت المرحلة التانية، بنقول له خلاص انت ممكن تخش على المرحلة التالتة، بالذات للناس اللي ما عندهاش مشاكل صحية بنقول له ده بروجرام بيتعمل من غير الدكتور، وبس انت بتتابع، وبتبقى احسن انك تعمله وسط جروب اذا تقدر، وبيبقى حوالي لمدة 2 سنين، وممكن نقول له ان هو فور لايف، يعني مدى الحياة انك انت تعيش حياة صحية. في نفس الوقت المرضى اللي هم عندهم مضاعفات حتى بعد ما بيخلصوا المرحلة الثانية اللي اتفقنا عليها ليه حوالي من 6 أسابيع ل8، بندخلهم على البروجرام برضو اللي بنسميه مرحلة الرابعة، ولكن بيكون ده بيبقى تحت ملاحظة متخصص، ما بيبقاش بيعملها مع نفسه. دي بالنسبة لمراحل إعادة التأهيل. وزي ما قلت التقييم بيتم بطريقة يعني زي أي حد بيروح للعيادة الخارجية، بيتم التقييم وبيتم حسبة البروجرام بتاع العيان. الفكرة انه في مرضى، في ناس هتقول طب مين اللي مش مفروض يدخل ومين اللي مفروض يدخل؟ كل الناس اللي مفروض تدخل إعادة التأهيل اللي ما بيكونش عنده مشاكل وهو مرتاح، يعني اذا عمل العملية او عمل القسطرة او وسع وحط دعامات، العيان ده بنقول له انت لو انت ما بتشتكيش من ألم من أو عنده مشاكل في ضربات القلب، في كهربة القلب، أو ضعف في العضلة، الناس دي بتقدر تدخل في البروجرام عادي. لكن الناس بقى بالعكس اللي عندهم مشاكل في العضلة، عندهم مشاكل في ضربات القلب، عندهم مشاكل طبعا في اللي هي رجليهم أو إيديهم، أو مشاكل يعني في المفاصل بتاعتهم أو الأوعية الدموية الطرفية، دول بيبقى لهم يعني بيتفصل لهم بروجرام مخصوص. أو الناس اللي عندها فعلا فشل في عضلة قلب، دول بنقول لهم أنت ليك بروجرام مخصوص بيبقى هادي خالص ومطول شوية عن العادي، ولكن إحنا بنحاول على قد ما نقدر إن من نقول ما فيش عيان نقول له أنت ملكش خالص، لا أنت ليك بروجرام، ولكن نقدر زي ما تكون بنفصله عليه. برنامج إعادة التأهيل هو برنامج بدايته لازم يكون هو يعني 4 حاجات مهمين جدا: التعليم، العيان لازم يبقى بتسميه education، العيان لازم ثقافة تعلمه أهمية أنك أنت ترجع للحياة الطبيعية اللي هي قبل الحالة المرضية، وأن أنت تعيش حياة صحية سواء في التغذية أو الحياة الرياضية، أو أنك أنت تبقى إنسان رياضي.
ان انت ما تخافش من الشغل بتاعك، او ان انت بالذات للناس اللي بتشيل تقل كتير، او الناس اللي بتحتاج تقعد كتير لدرجات حراره بره طويله، او بتسافر لفترات طويله، احنا بنقول له لا، ده في حد هيقول لك انت شغلك اللي يناسبك ازاي والمفروض تعمل ايه، وممكن ياخد مننا تقرير على الحاله العامه بتاعته تناسب الشغل اللي يناسبه يكون ايه. برضو بنخلي العيان يدخل مع دكتور دايت، علشان مش بس ان مش بمعنى الدايت ان العيان هيخس، لا ده لكن العيان في ادويه معينه، بعض الوجبات او بعض الاكل ممكن يعكس عمل الادويه، بالذات الناس اللي بتمشي على ادويه سيوله، فبنقول لهم انه برضو دكتور الدايت هيفيدك سواء بالنسبه لقصه الويت او الوزن، وكذلك بالنسبه للغذاء المظبوط اللي المفروض يتماشى مع الحاله الصحيه بتاعتك. كمان بنقول له ان في مدرب رياضي بيبقى موجود معاك علشان ما تعملش حركه غلط ممكن تاذيك ولو انت مش اصلا رياضي من الاول. بنعلمه انه كل مجهود بيعمله بعد ما اكون انا عملت له التقييم الاول، كل مجهود بيعمله ده بيترجم ازاي؟ بيترجم يعني لما بتيجي تلعب الكوره ده بيستهلك منك طاقه قد ايه؟ لو بتيجي حتى بتاخد حمام ده بيستهلك منك طاقه قد ايه؟ لو حتى بتسرح شعرك ده بيستهلك منك طاقه قد ايه؟ واقول له ان في خلال اليوم انت المفروض ما تستهلكش طاقه الا رقم معين، وده بيتحسب اثناء التقييم الاولاني. ففي حاجات كتيره جدا اللي زي ما قلنا اللي هي تثقيف العيان دي مهمه جدا مع الحاجات اللي انا قلتها. واخيرا في بعض الناس بالذات الناس اللي بتطلع بعد الجراحه بيكون عندهم زي نوع من انواع الاكتئاب، ان هو عنده جرح في صدره وان هو حاسس ان هو ضعيف، لكن ده ان احنا بنساعده نفسيا، بيبقى في حد مش نفسي ولكن حد يقدر يتكلم معاه يقول له ان الموضوع ده مؤقت وان الضعف اللي انت حاسس بيه مؤقت وان انت بشويه شويه هترجع يعني ترجع لحالتك الطبيعيه. واحنا يعني بنحب ناكد ان دلوقتي ما بقتش قصه العلاج بالادويه بس او بالتدخل الجراحي بس أو بالدعامات، ولكن إعادة تأهيل مرضى القلب أو بروجرام إعادة تأهيل مرضى القلب بقى جزء مهم جدا من العلاج. وطبعا في ناس هتقول لي طب هو كل بس اللي عمل جراحة أو عمل دعامات هو ده اللي يدخل؟ لا، في ناس اللي بيبقى بنسميهم الناس عندها عوامل خطورة عالية، زي الناس اللي ضغطها عالي، اللي وزنها زايد، الناس اللي دول ممكن احنا بنحطهم على برنامج إعادة تأهيل، مش شرط طبعا ان احنا نقول جوه المستشفى او ان هو يبقى يعني متبع مننا، ولكن بنديله نصايح ان هو يقدر يعمل القصة دي بعد ما بنعمله تقييم، ولكن ممكن يعمله يعني مع نفسه وبيتابع معنا برضو بعدها نشوف يعني نتيجة الكلام ده، هل ممكن نزود له قوة البروجرام والرياضة ولا يعني على قد ما بنشوفه وعلى قد تقييمه بنقدر نزود أو نقلل. فنتمنى يعني أن إعادة التأهيل ما تبقاش حاجة يعني سنوية أو حاجة مش مهمة، لا دي حاجة مهمة جدا، وتقريبا في العالم كله بقت أساسي في العلاج بتاع العيان، زي ما بيدخل يقيم قبل الجراحة مثلا، وفي أثناء الجراحة بيبقى متابع جدا من في العناية وكده، فكمان بعدها على طول بيدخل على برنامج إعادة التأهيل، ودي احنا بس اللي حابين نأكد عليها. شكرا.